الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الحضور الكريم، وحيا الله المحاضرين الكرماء في هذه المنصة، وكل الشكر والتقدير لهذه الهيئة العريقة ولهذه المؤسسة العريقة، النقابات المهنية الأردنية، الصرح الوطني الشامخ، وعلى رأسهم نقابة المهندسين. ومن نقابة المهندسين أيضاً نسجي كل الشكر والتحية للجنة المبادرة المتقدمة الفعالة في اعتناق هموم الوطن وهموم الأمة بشكل عام، لجنة مهندسون من أجل القدس وفلسطين. أما بعد، فيغدو الحديث مختلفاً عندما نتحدث في الأردن عن فلسطين، فحديث الأخ عن أخيه مختلف، ونصرة الشقيق لشقيقه مختلفة، ولا يشعر بهمك إلا من قاسمك الأرض ودافع معك عن العرض وأعطاك من دمه وروحه، وما زال وصيا على المقدسات يحرسها ويتولى رعايتها. وصدق من قال: إنما مثل الأردن وفلسطين كالعينين في الوجه، وكاليدين في الجسد، وكالشهادتين في الدين. في عام 1917 كان في العالم بلفور واحد، وكان بريطانيا الجنسية، وأعطى وعداً بأرض لا يملكها لشرذمة لا يستحقونها. أما الآن فقد كثر البنافرة إن صح التعبير، وأصبح بعضهم للأسف من أبناء جلدتنا. كتب الشيخ محمد رشيد رضا في جريدة المنار في فترة الانتداب، فقال: إن من يبيع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهود والإنجليز فهو كمن يبيعهم المسجد الأقصى، وكمن يبيع الوطن كله، لأن ما يشترونه أو يأخذونه وسيلة إلى جعل الحجاز على خطر، فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده، وهي بهذا تعد شرعاً من المنافع الإسلامية العامة لا من الأملاك الشخصية. وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل وخيانة لله ورسوله ولأمانة الإسلام. نتحدث اليوم في هذا الجمع الكريم عن قضية غاية في الخطورة، وهي قضية الوقف الإسلامي في محافظة الخليل، أو وقف الصحابي تميم الداري، وهو للعلم من أقدم الأوقاف في الإسلام. واسمحوا لي قبل أن أنهي هذه التوطئة أن أعود بكم إلى نص وثيقة الوقف لنرى عظمتها وشموليتها وسوء عاقبة من فرط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله إلى تميم بن أوس الداري، أن إن له قرية حبرون وبيت عينون، قريتهما كلهما، سهلهما وجبلهما، وماءهما وحرثهما وأنباطهما وبقرهما، ولعقبه من بعده لا يحاقه فيهما أحد، ولا يلجمه عليهم أحد بظلم، فمن ظلمهم أو أخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله. أعود فأكرر: فمن ظلمهم أو أخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله. اليوم نستمع لعدد من الخبراء في أمر جلل، وهو الاعتداء على الشرع والاعتداء على القانون وتمليك جزء من أرض الوقف المعروف بأرض سبتة من قبل السلطة الفلسطينية للبعثة الروسية في الخليل، أو المعروفة بالمسكوبية. اسمحوا لي أن نبدأ بكلمة راعي هذه الندوة، نقابة المهندسين الأردنيين، عن نقيب المهندسين الأردنيين، فليتفضل مشكوراً المهندس سريز عيتر. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم وبالمتحدثين الكرام وبنوابنا الأعزاء باسم نقابة المهندسين الأردنيين هذا الصرح الوطني الكبير وباسم لجنة فلسطين والقدس. وأقول عندما طلب مني الإخوة أن في لجنتنا الرائدة أن أشارك باسم نقابة المهندسين بالترحيب بكم، سألت عن موضوع الندوة، وراعني الجواب استيلاء السلطة على وقف تميم الداري وفي الخليل والتبرع بها للكنيسة الروسية. أقول راعني الجواب لأنني لم أكن أتصور في أغرب أحلامي أن تقوم سلطة تسمى وطنية بالاستيلاء على أوقاف إسلامية، سلطة ترى الاحتلال والاستيطان يأكل وطننا قطعة قطعة ولا تحرك ساكنا فعليا، ولا تجد سوى بيانات الاستنكار والتصريحات الفارغة لمحاولة حفظ ماء الوجه الذي أريق منذ سنوات طويلة مرة. هذه السلطة التي تتباهى بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وتحاصر المقاومين وتلاحقهم ترتكب فعلا آثما يخالف القانون والشرع ورغبات الناس لمصلحة مجهولة لا أعلم عنها شيئا. حجة الاستملاك للمصلحة العامة فضحتها الرسائل الرسمية بالتبرع بالأرض المستملكة للكنيسة الروسية. ما هو الهدف؟ ما هي الصفقة من وراء هذا الفعل؟ وهل الكنيسة الروسية بحاجة إلى هذا التبرع وفي هذا المكان بالذات؟ هذه هي المجاهيل بالنسبة لي، والذي آمل من الندوة ومن المشاركين الخبراء توضيحهم. أيها الإخوة والأخوات، لو أتت كل السلطات في العالم ومن ورائها أمريكا والصهيونية العالمية والكنائس شرقا وغربا، أقول لو أتى كل هؤلاء لن تنزع عروبة هذه الأرض ولن تزال عنها إسلاميتها، والشعب الفلسطيني الجبار سيقف والشعب الفلسطيني الجبار من خلفه أمتنا العربية والإسلامية سيقفون بالمرصاد لكل محاولات بيع الأراضي أو التبرع بها زورا وبهتانا. والخليل وأهلها فرسان المقاومة بكل أشكالها، روادها على مر تاريخنا الطويل سيبقون حراسا للأرض وللوطن ومنبعا للعناد والإصرار على الحقوق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وستبقى الخليل وفلسطين حرة عربية إسلامية. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم. شكرا للمهندس سليز عيتر. والآن معنا جمعية أردنية رائدة تستلهم اسمها من اسم خليل الرحمن، والجميل في الأمر أنه في وحدة الضفتين، وهو ما يجب أن يكون عليه الحال دائما، وهي ما زالت موحدة برغم قرارات السياسة، أن محافظ الخليل على الأغلب كان من شرق الضفة، فكان أكثر محافظي الخليل في بداية عهد الضفتين من شرقي الضفة، فهذا ما نأمل بإذن الله أن يكون الحال دائما عليه وحدة بين الضفتين أرضا وشعبا. معنا الآن رئيس جمعية خليل الرحمن الدكتور محمد الجعبري، فليتفضل مشكورا. شكرا لنقابة المهندسين على إتاحة الفرصة لنا للتكلم في هذا الموضوع في مجمع النقابات أمام هذا الجمهور الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، تحية واحتراما وتقديرا وبعد، لا أحد في القديم أو الحديث يستطيع أن ينكر ما أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري الأنصاري في السنة التاسعة من الهجرة من أراض بعينها في مدينة خليل الرحمن وما حولها، وما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم له من وثيقة شهد عليها كبار الصحابة، حتى إذا فتحت فلسطين كلها في زمن الخليفة الفاروق عمر نفذ هذا الأمر النبوي الشريف
وصارت هذه الأرض تعرف حتى يومنا هذا بوقف آل تميم الداري، باعتبار أن الإعطاء النبوي الشريف هو إقطاع تمليكي لتميم الداري وذريته، من بعده لا تملك قوة في الأرض أن تنزعه ممن استحقه بموجب هذا الإعطاء الشريف. وبهذا أقر الخلفاء والأمراء والحكام الذين تعاقبوا على أرض فلسطين والخليل، وباءت كل محاولات المغرضين بمن فيهم الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي بتغيير صبغة هذا الوقف الإسلامي الخالد في مدينة الخليل لآل تميم الداري، حتى طلعت علينا السلطة الفلسطينية التي يفترض فيها أن تكون حامية الأرض والعرض، فيقوم رئيسها بإعطاء جزء من هذه الأرض الدارية الخليلية الفلسطينية العربية الإسلامية والتي تعرف بأرض المسكوبية، يعطيها هذا الذي لا يملك أي حق فيها لمن لا يستحق أي ذرة تراب فيها، بما يعرف بالبعثة الروسية أو الكنيسة الروسية التي لها سوابق في بيع أراضي فلسطين لليهود لإقامة المغتصبات الصهيونية عليها. إن الخلاف على وقف كنيسة المسكوبية موضوع ليس ذي أبعاد دينية مطلقا، فنحن نعيش مع إخوتنا المسيحيين منذ آلاف السنين بكل ود واحترام، ولكن موضوع المسكوبية موضوع حقوقي أصبح للأسف له أبعاد سياسية. الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أبين لكم أن هذه الأرض في عام 1868 أتى النصارى الروس إلى فلسطين، وقد سموا بالمسكوب نسبة إلى العاصمة الروسية موسكو، وتم تأجيرهم أرض الوقف لمدة 99 عاماً للانتفاع. وقد كان متولي الوقف في مختلف العقود ينقل ريع الوقف للعائلات الخليلية، واستمر ذلك حتى عام 1962 حتى توقفت الكنيسة عن الدفع. وحين توقفت عن الدفع كان هناك قضايا منظورة أمام القضاء الأردني، ولكن هذه القضايا توقفت بعد دخول الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن التقاضي أمام محاكم الاحتلال شيء معيب. إن أهالي الخليل يبدون مخاوف جدية من انتقال ملكية الأرض أراضي وقف الكنيسة إلى المستوطنين اليهود لإقامة مستوطنات عليها، خاصة مع وجود سابقة تاريخية عام 1964 والتي بموجبها باع الاتحاد السوفيتي السابق معظم أملاكه في فلسطين لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وكذلك بيت البركة في العروب. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن جدي المرحوم بإذن الله تعالى سماحة الشيخ محمد علي الجعبري حين كان رئيسا لبلدية الخليل ولمعرفته بمقتضيات وقف تميم ابن أوس الداري، فقد وهب جامعة الخليل حين أنشأها جزءا يسيرا من هذه الأرض لمنفعة أهالي محافظة الخليل خاصة ولأهالي فلسطين عامة. وإنني باسمي وباسم أهالي الخليل أناشد مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بصفته حاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية في فلسطين أن يتدخل لإنهاء هذه المشكلة وإعادة الحق لأصحابه، وأدعو الحكومة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بالتراجع عن هذا القرار لما يشكله من مس خطير بالوقف الإسلامي وحقوق عشائر الخليل في هذه الأرض، خاصة أنه لا يملكها وتنازل لمن لا يستحقها. فهذه أرض حرام بيعها أو التنازل عنها أو منحها لأي جهة كانت غير ما وقفها سيد الأولين والآخرين له، وهو آل تميم الداري في مدينة الخليل على ساكنها
وعلى نبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور محمد الجعبري رئيس جمعية خليل الرحمن الخيرية. يعرف العلماء الوقف اصطلاحاً بمعنى حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح، والعين إما تكون داراً أو بستاناً أو نقداً أو أرضاً لا يجوز التصرف به إلا لمنفعة المسلمين. معنا للحديث مزيداً عن أمور الوقف ووقف تميم الداري خصوصاً الدكتور هاني الحلواني متولي وقف تميم الداري في الأردن، فليتفضل مشكوراً. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوات والإخوة، أحييكم أطيب تحية وأشكر لكم حضوركم في هذا المساء الممطر لدعم أهلكم في مدينة الخليل المجاهدة الصابرة في دفاعهم عن أراضيهم ومقدساتهم، وخاصة فيما يتعلق باستملاك ما يزيد على 73 دنماً من أراضي وقف الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري أرض سبتة من قبل السلطة الفلسطينية ولصالح البعثة الروسية البطريركية موسكو القدس. وقد صدر قرار الاستملاك بتاريخ 23/12/2016. إن حضوركم هذه الفعالية يثبت أن الأمة بخير، فقد حضرتم دعماً لقضية عامة تهم الأمة، وكثير من الأجانب والأعداء يعتقدون أن أمتنا العربية والإسلامية قد تركت قضاياها وذهبت إلى التقاتل الذي نراه في أكثر من بلد عربي. لقد حاولت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ ما يزيد على 150 عاماً الاستيلاء على هذه الأرض بكافة الطرق، ولكنها لم تستطع. حاولوا أن يفاوضوا العثمانيين، ولكن السلطات العثمانية رفضت، فلجأوا إلى الحيلة. أرسلوا منا وكلاء لهم، استأجروا الأرض وعرضوا أن يبنوا سبيطاراً، والسبيطار هو المستشفى قديم، وكما تعرفون جميعاً في القرن 19 المستشفيات قليلة. فبدأ هذا العمل بمستشفى صغير، لم يلبث أن تحول إلى كنيسة صغيرة. الكنيسة يعتقد أنها بنيت في حوالي 1905. ولمن يعرف الخليل ويعرف سبتة، هناك أيضاً بلوطة، شجرة بلوط، يعتقد أو يعتقد الكثيرون أن سيدنا إبراهيم قد مر من تحتها، ولذلك هي يعني في عيون المؤرخين يصل عمرها إلى أكثر من 3 إلى 4 آلاف عام. الكنيسة يا إخوان لا تزيد مساحتها عن 500 متر، والبلوطة أيضاً لو ضميت الحوض كله يعني بيطلعوا حوالي دنومين أو دنومين ونص، 3 دنوم، 5 دنوم. لو كانت السلطة حقيقة تريد المحافظة على الأرض لجددت الحكر أي الاستئجار لهذه المساحة. أما أن تقوم السلطة بالاستيلاء على الأرض 73 دنم في أهم منطقة من مناطق الخليل، والخليل في قلب النار يا إخوان، الخليل إسرائيل والصهاينة والمستوطنين يريدوا كسر شوكة الأمة بكسر شوكة الخليل، ولكن الله
مع شعبنا. أرسلوا لهم أرذل من في الأرض، المستوطنين، اعتدوا على البيوت، ضربوا الأطفال وقتلوهم، استولوا على المنازل، ومع ذلك صمد أهالي الخليل. وقامت السلطة للأسف بتوقيع اتفاقية الخليل بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي لتعطي الخليل القديمة بكاملها للمستوطنين وللجيش الإسرائيلي، فأصبح أهلنا في الخليل سجناء داخل بيوتهم. إذا أردت أن تذهب للصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف تدخل من خلال بوابات وتفتش وتحقر حتى لا تعود إلى ذلك المكان المقدس. وحاول اليهود الاستيلاء على الأراضي بواسطة النقود، دفعوا الملايين، ولكن أهلكم في الخليل رفضوا وتمسكوا بدينهم وبعروبتهم، إلى أن أتت السلطة فسجلت 73 دنما باسمها، ثم نقلت هذا التسجيل الذي كان من رقبة وقف تميم الداري أصبح إلى السلطة من أراضي السلطة. يعني هم استبدلوا كوشان بكوشان، كانت 73 دنم من أراضي الوقف، غيروا الكوشان، استولوا عليه، صار المالك السلطة، ومن السلطة منحوها للكنيسة الأرثوذكسية المسكوبية. لماذا؟ قال أحد الإخوة القريبين من السلطة أن يعني الرئيس بوتين طلب هذا الطلب من الرئيس عباس، وأن موسكو تدعم القضية الفلسطينية، ولذلك الرئيس عباس لا يريد أن يرده خائبا. فقيل لهم لم نرى طائرات روسية تمنع الاستيطان أو تتعرض للجيش الإسرائيلي، ماذا فعلت روسيا للقضية الفلسطينية؟ كما أن مشكلتنا الأساسية مع الصهاينة والمستوطنين لو أردنا أن نلخصها بكلمة واحدة، على ماذا يدور الصراع؟ الأرض. فإذا يأتي من يفترض فيه أن يحمي الأرض ليقدمها هدية سائغة وهي ليست له. كما أن من المؤسف أن القضاء يتعرض للضغط في هذا المجال للسير حسب القرارات السياسية. إن قطعة الأرض التي تم استملاكها تعود ملكيتها إلى وقف الصحابي تميم بن أوس الداري، وهذا الوقف هو أول وقف في الإسلام، وهو وقف ذري متوارث منذ الإنطاء النبوي الشريف، حيث جاء بالحديث الشريف: هذا ما أنطى محمد رسول الله تميم الداري وإخوته حبرون والمرطوم وبيت عنون وبيت إبراهيم ومن فيهن نطية بت لهم نفذت وسلمت لهم ولأعقابهم، فمن آذاهم آذاه الله، فمن آذاهم لعنه الله. وكلمة أنطى تعني أعطى، وهي أصلاً لهجة أهل اليمن التي ينتسب لها تميم الداري رضي الله عنه، ومن هنا سمي بالإنطاء الشريف. وقد استلم الصحابي الجليل الأرض وأقام عليها، ولا يزال ضريحه موجوداً في قرية بيت جبريل قرب الخليل، ولا زال أحفاده ونسله يسكنون الأرض ويعمرونها. أراضي الوقف تحت تصرف آل تميم استمرت طوال الفترة حوالي 1400 سنة، باستثناء فترة واحدة وهي فترة الحكم الصليبي، لما أتى الصليبيون استولوا على الأوقاف، فلما زالت أعيدت لهم. وذكرت المصادر التاريخية أن أحد الولاة
اعترض على آل تميم وأراد انتزاع الأراضي والقرى المذكورة من الإنطاء منهم، فعرض الأمر على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي والذي كان في ذلك الوقت في بيت المقدس، فأنكر على الوالي موقفه لدرجة التكفير وأفتى بصحة الإنطاء وإبقاء تلك الأراضي تحت تصرف آل تميم. إن الوقف مسجل لدى السلطات العثمانية ومعترف به في مشيخة الأزهر ومعترف به لدى دائرة الأوقاف الأردنية ودائرة الأوقاف الفلسطينية، وقد حاول الإنجليز الاستيلاء على أجزاء من الوقف فرفعت قضية وصدر حكم بإبقاء الوقف كما هو، كما حاول الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على بعض أراضي الوقف ثم تراجع بعد أن أقام السكان ومتولي الوقف دعوى على ذلك. إن هذا الوقف يتعلق بالعقيدة الإسلامية كونه صادر عن الرسول الأعظم صلوات الله عليه، وقد تم عدم المس بالموقف لمدة تزيد على 1400 سنة إلى أن أتى رئيس السلطة الفلسطينية واتخذ مثل هذا القرار الجائر. أعظم رئيس في العالم الآن موجود على وجه الكرة الأرضية ترامب. ترامب أصدر قرار بمنع دخول مجموعة من مواطني 7 دول بحجة الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، فما كان من قاضي واحد إلا أن لغى قراره وسمح لمن يحمل الفيزا بالدخول. إذن القضاء والقانون فوق الرؤساء، فلماذا يعني لا نتعلم من هذا الدرس؟ ما هي خطورة هذا القرار؟ قرار الاستملاك هو اعتداء على العقيدة الإسلامية السمحاء. سيشكل القرار سابقة سيستغلها الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة المزيد من الأراضي. إن أولى مهمات السلطة الفلسطينية حماية الأراضي ومنع الاستيطان، وقرارها اعتداء سافر على القانون والعقيدة. إذا ما تسربت هذه الأراضي لا سمح الله للإسرائيليين، فستطوق مدينة الخليل بمستعمرة كريات أربع شرقاً وأرض سبتة غرباً، مما سيخنق المدينة ويزيد الاستيطان. لذا فإننا نرجو أن تضموا أصواتكم مع أصوات إخوانكم والطلب من السلطة الفلسطينية إلغاء هذا القرار الجائر الغير قانوني وإعادة الحق إلى أهله. إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لا يوجد لها أتباع في الأراضي الفلسطينية وهي كنيسة أجنبية، وإن استيلائها على الأرض اعتداء سافر على حقوق المسلمين، وهناك خطر سافر في تسريبها للمستوطنين. وسيتم بإذن الله مناشدة جلالة الملك المعظم بصفته حامياً للأماكن المقدسة في فلسطين بالتدخل لرفع الظلم وإعادة الحق إلى أهله. أكرر شكري لكم على حضوركم ودعمكم، كما أكرر الشكر لنقابة المهندسين الأردنيين التي نظمت هذه الفعالية، والشكر موصول إلى مجلس النقابات الأردنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور هاني الحلواني، متولي وقف تميم الداري في الأردن. كان من أنبل وأجمل المعلومات التي سمعتها عن منطقة الوقف أن بها بعضا من شهداء الأردن الذين قطعوا الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية حتى يوطدوا العرى بين الشعبين وبين ضفتي النهر بالدم ويجبلوها بالدم. ومن هنا تنطلق مطالبتنا بأن يكون للأردن دور في إقناع من هم مسؤولين عن هذا القرار بالرجوع عن هذا القرار، انتصاراً لدماء شهدائنا الأردنيين ولدماء شهدائنا الفلسطينيين، وانتصاراً للحق النبوي الذي منحه النبي الهاشمي للصحابي تميم أو سداري. اليوم تنقلب الآية، فيأتينا أخ من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية،
ليتكلم لنا من أتون المعمعة ومن وسط قلب الصمود، من أرض الخليل ومن أرض الوقف. يشرفنا اليوم الأستاذ كامل مجاهد، رئيس عائلة مجاهد في الخليل ومسؤول متابعة ملف الوقف وأمين سر رجال الأعمال الفلسطينيين، فليتفضل المشكورا. السلام عليكم جميعا فردا فردا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئ ذي بدء، نشكركم على الدعوة وننقل لكم تحيات وسلامات واحترامات أهلكم في الضفة الغربية، وهم يقدرون لكم جهدكم ونشاطكم ودعمكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم وأن يؤتي ثماره بإذن الله تعالى. لن أطيل عليكم كثيرا أيها الإخوة، فقد أغناني الدكتور هاني عن كثير من المعلومات التي كنت أود أن أشير إليها. أولاً نسأل من هو الصحابي تميم ابن أوس الداري؟ باختصار إخوة، هو أول من أسلم من أهل فلسطين، وهو كان يسكن في جوار خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد أسلم ومعه 6 نفر أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه حينها عن الإنطاء الذي ذكره الإخوة مرتين، الدكتور محمد علي والدكتور أخونا هاني، وهو كان أول وال مسلم على مدينة القدس، وكانت ذريته هو وإخوته العشرة يطلق عليهم الداريون. وأذكر هنا للتأكيد يا إخوة على مدى ارتباطنا العقائدي بهذه الأرض حادثتين أسرد ما نصا، أن البعض يا إخوة يعيب علينا لماذا تستحضرون الخطاب الديني حينما تتكلمون. قلنا نخاطبكم بالخطاب الديني ونخاطبكم بخطاب لا ديني. من حيث كوننا مسلمون فنحن نعتقد بأن هذا الوقف المعجز، أن كان الوقف يا إخوة الإنطاء في السنة 9 للهجرة، وكانت هذه بشرى لفتح بلاد الشام فتحت في عام 15 هجري، ومن الذين شهدوا على كتاب الإنطاء سيدنا الخليفة عمر بن الخطاب الذي هو من قام بتسليم بحضور عمرو بن العاص هذا الوقف للداريين أو لتميم بن أوس الداري تحديداً، وأوصاه بكلمة لا تبع. هذا إخوة الوقف المعجز هو أول وقف في الإسلام، كان أول وقف في الإسلام، لم يجرؤ أحد عبر التاريخ أن يمس هذا الوقف، لا سلطان مسلمين ولا سلطان مستعمرين باستثناء من كان منا، وأرجو ألا تتكرر هذه. أنقل لكم يا إخوة هذه الحادثة التي أشار عليها الدكتور هاني من كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، حتى تعرفوا مدى ارتباطنا من ناحية عقائدية بهذه الأرض. بعض الولاة تعرض لآل تميم وأراد انتزاع الأرض منهم ورفع أمرهم إلى القاضي، وكان ذلك القاضي اسمه أبو حاتم الهروي قاضي القدس في حينها، فاحتج الداريون بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القاضي هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع تميما ما لا يملك،
فاستولى الوالي الفقهاء، وكان الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله صاحب كتاب إحياء علوم الدين حينئذ ببيت المقدس، وذلك قبل استيلاء الإفرنج عليه، فقال: هذا القاضي كافر، أفتى بكفر القاضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أبو حامد الغزالي معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض كلها، وكان صلى الله عليه وسلم يقطع في الجنة فيقول: قصر كذا لفلان، فوعده صدق وعطاؤه حق، وخزي القاضي والبالي والوالي، وبقي آل تميم على ما بأيديهم. وأفتى الغزالي حينها بكفر من عارض أولاد تميم الدارين فيما أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو وحده، بل أفتى ابن حجر العسقلاني أن الإنطاء للداريين على المسلم أن يعتقد به اعتقادا جازما دون شك. من هنا يا إخوة، عقيدتنا وما نؤمن به يملي علينا ذلك. أما فيما يتصل بالخطاب مع الآخرين يا إخوة، نقول نحن آل تميم، ونؤكد على ما يلي: أولا، أن المسألة ليست مسألة طائفية ولا ننادي بذلك. عاشوا بين ظهرانينا 150 سنة لم يمسهم أحد بسوء، رغم أنهم أجانب، حتى تدركوا أن من يعمل الكنيسة لا تجاوز 3 أو 4 رهبان هم روسيو الجنسية على الدوام. نصارى فلسطين في أعيننا إخوتنا شركاؤنا، وهم يعيشون بيننا بموجب العهدة العمرية، ويقدروننا ويناصروننا في حقنا، وقد أبدى الكثير منهم موقفه علنا. وهذا رد على الذين يقولون خطاب ديني. ما عدا ذلك يا إخوة، كما أشار أخي الدكتور هاني، فيما يتصل بأرض جبل سبتة يا إخوة، هذه هو جبل مرتفع. ما قبل 150 عاما كان خارج مدينة الخليل، أو خارج بيت إبراهيم عليه السلام، كان يطلق على الخليل بيت إبراهيم، وكان السكان حول هذا الحرم أو حول هذا البيت، كانت تبعد أو تبعد هوائيا ما يقدر ب 1500 متر هوائي عن الحرم الإبراهيمي الشريف، ولم يكن بها سكان ولا حولها سكان، وكانت باعتبار منطقة نائية. وكما قرأت في كتب التاريخ، كان مسجد الشيخ علي البكاء لمن يعرف في مدينة الخليل خارج الخليل، يعني يعتبره بعيدا. لما حكرت الأرض، وهذه قصة طويلة ولا أريد أن أدخلكم في التفاصيل، لكن أقول لما حكرت الأرض لفرد وليس لمؤسسة ولا إرسالية ولا بعثة ولا كنيسة، والبعض يعتبر أن الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية قصرت في ذلك. يا إخوة، ارجعوا، أول قانون سنه الخليفة العثماني أبو سليمان، سليمان القانوني، كان يتعلق بالوقف، وقدم له مقدمة رائعة، أقصد وقف تميم بن أوس الداري. ارجعوا للمراجع وستجدوا كم كان يقدر العثمانيون هذا الوقف وحافظوا عليه. حاولت الإرسالية مع الأتراك، لم يعطوهم أي بناء، باستثناء كما قرأت مؤخرا شكوا إلى الوالي والباب العالي أن الثلج والبرد قد قتلنا، فأعطاهم إذنا ببناء غرفة صغيرة يحتمون بها من البرد. وأؤكد لكم يا إخوة، دون الدخول في التفاصيل، لم يبع أحد من العائلات، لا من آل تميم ولا من غير تميم، أي جزء من الأرض لهم. وثائقهم تثبت لنا التي اطلعنا عليها أنهم طوال الوقت كانوا يتآمرون، ولما استعانوا بالإنجليز أيام الاستعمار البريطاني عام 1924 إلى عام 1927 حاولوا أن يتملكوها، فقضت محكمة إنجليزية قضاتها إنجليز بأن هذا مال وقف لا يجوز المساس به. البعض يتساءل إذن كيف انتهى بالمطاف بأن تسجل باسم الإرسالية الروحية الروسية أو بعثة بطريركية موسكو أو لأن عندنا 6 أو 7 أسماء. ما هو معلوم لدينا يا إخوة، كما أشار أخي الدكتور محمد، آخر دفعة إيجار دفعت
وهذا ما يثبت أنهم مستأجرون لا مالكون عام 1962. خربني من هون وطالع. في عام 1973 حتى تدرك يا إخوة دخلت حدود بلدية الخليل أيام الاحتلال الإسرائيلي عام 1973، بمعنى بأنها كانت منطقة نائية، وأنا من سكان تلك المنطقة، كنت أسكن قبال، أنا على رأس جبل وهم على رأس جبل، يعني سكان آل مجاهد يحيطون بأرض جبل سبتة من كل ناحية، نحن نسكن هنا على رأس جبل وهم قبلاتنا على رأس جبل المقابل اللي هو جبل سبتة. عام 1973 كان هناك تواطؤ من الاحتلال، سجل الأرض بدائرة المالية باسم الإرسالية، لكن يا إخوة المالية لا تملك، دائرة المالية لا تملك، حاولوا أن يطوبوا الأرض عام 1974، محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بأن هذا مال وقف لا يجوز المساس به. أيام الانتفاضة قالوا بأن الشعب الفلسطيني منشغل بانتفاضة، وتحديدا منتصف في شهر 6 عام 1988. فالآن لنا فرصة بأن نحقق مآربنا بتسجيل الأرض وتصويرها. فإخوة تصدينا لهم في ذاك الوقت، كنت شابا أنا، تصدينا لهم وللاحتلال، لأنهم كانوا بنوا هذا السور تحت حراب حرس الحدود الإسرائيلي، وسجن منا من سجن من وجهائنا في ذاك الوقت، وتم إحراق الخشب السور لهم يا إخوة 5 مرات وهدم السور. ومن الذين دافعوا آنذاك يا إخوة عن وقف نتذكره الشهيد نمر مجاهد الذي قتل باروك جلدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيم الشريف. ترسل القيادة السياسية آنذاك المرحوم أبو عمار قائلا عبر الوسطاء والقادة الميدانيين: يا آل مجاهد التميمي، لا حاجة لنا بفتح نافذة صراع تجر علينا وبالا ويفهمنا العالم على أننا ضد النصارى، فنرجوكم أغلقوا هذا الملف ولا تعترضوا المسكوب. يتم صياغة اتفاقية إخوة معي وثيقة بها بيننا وبين المسكوب. هذه الاتفاقية تدلل على أن هناك نزاعا قائما على الأرض، وأنهم ينبغي ألا يمسوا القبور الموجودة بها، وكما ذكرت الدكتورة ديما هناك قبور للجنود الأتراك والجنود الأردنيين ولنا لعائلة المجاهد التميمي. ذكرت ذلك يا إخوة حتى أقول، وهنا من لحظة أن نزل إعلان بغرض التطويب في 16/7/2009 وأعلن في يوم جمعة خلافا للقانون في جريدة الحياة إعلان التطويب لقطعتي أرض تعودان لهما، قطعة بجانب جامعة الخليل التي نوه إليها الدكتور محمد القائم عليها جامعة الخليل، وأرض جبل سبتة، أعلنوا عن كيفية أيلولة الملكية، يعني لازم تنص من وين إجتك هذه، ورثة مشترى إلى آخره، قالوا بالتصرف الهادف. فلما ذكرت مسألة هدم السور وبنائه، هو لم يكن تصرف هذا يا إخوة، وصولا إلى مسألة القضاء التي بدأنا فيها منذ عام 2009 يا إخوة، ويشهد الله وأنا مسؤول عن كلامي هذا وأريد أن يسمعه الرئيس الفلسطيني، لأننا لا نفعيه من مسؤولية. أنت قد أخطأت في 4 مواطن. أولا، كنا نبذل جهدا 10 جهد في متابعة القضاء و19 جهد في التخفيف ودفع الضغط على القضاء. فسيادة الرئيس، أنت أخطأت حينما دفعت برئيس مجلس القضاء الأعلى بتغيير قاضي لجنة تسجيل الأراضي في عام 2014، وأخطأت حينما تم الإعلان بتاريخ 17/1/2016 بنية مجلس الوزراء للاستملاك، بعد أن شعرتم بأنكم تخسرون القضية بالمحكمة بالمصادقة على قرار الاستملاك الذي كان في 31/3/2016،
وسيدي الرئيس أخطأت مرة ثالثة حينما أصدرت كوشان طاو باسم خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تنص فيه أن ذلك لمنفعة الإرسالية الروحية، وقلنا لك بأن الاستملاك لا يكون إلا للمصلحة العامة، ونحن آل التميمي لا مصلحة لنا في هذه الأرض نتبرع بها لبلدية الخليل لإقامة منشآت طبية وتعليمية عليها لمنفعة المسلمين عامة وأهل الخليل خاصة. فطبق القانون بأن يكون الاستملاك لصالح أهل البلد، لكنك أخطأت. أما الخطأ القاتل والمؤشر الخطير يا إخوة بالنسبة لنا كشعب فلسطيني ما يلي: بمجرد أن صدر قرار الاستملاك وصدر الطابو في 11/4/2016 توجهنا إلى محكمة العدل العليا للطعن على هذا القرار. طعنا بقرار الرئيس ومجلس الوزراء وبنزير المالية، وصدر قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ 23/6 يمنع رئيس الدولة ومجلس الوزراء ووزير المالية من التصرف بالأرض على أي نحو كان. واستمرت الجلسات يا إخوة طيلة الفترة 6 أشهر، والنيابة العامة التي تمثل الحكومة ووجهة نظر الرئيس لم تحضر أي مستند يبرر ما قاموا به. وكان يفترض أن يصدر القرار النهائي في 24/1/2017. الرئيس يستبق ذلك. هناك كوشان طابو باسم خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية ليصدر قراراً بنقل الملكية من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الروس كهبة، هبة، وينفذ القرار ويصدر كوشان طابو في 10/1/2017. هذا يا إخوة كان بالنسبة لنا كارثة من ناحيتين. الكارثة الأولى، رغم توضيحنا المشدد للرئيس ولنواب الرئيس والمجلس وكل، يا إخوة لن نستثني أحد، يعني أنا بحاجة على الأقل لساعة إذا ما أردت أن أذكر كل الشخصيات والأجهزة الأمنية اللي إحنا نبهناهم لخطورة هذا الأمر. الرئيس تجاوز القضاء، كان هذا لنا مؤشر خطير. الرئيس تجاوز كل التحذيرات، قلنا له أسوأ الاحتمالات، الأقل سوءا في الاحتمالات يا إخوة تماما. الآن وضع أرض سبتة، جبل سبتة تماماً إخوة زي شميساني. قبل 20 سنة كان شميساني بجوز طرف عمان، الآن شميساني وسط عمان. هذه الأرض أضحت في منتصف الخليل، يعني انتشار السكان جعلها في منتصف المدينة. أقل الاحتمالات سوءاً، وقلنا له يا أبا مازن تاريخ الكنيسة الأسود هذا بتسريب عقاراتها وبيعها لليهود التاريخ يشهد عليها، وما عنك ببعيد بيت البركة التي ذكره الإخوة ما بعد مخيم العروب، استملكوه من هنا يا إخوة، وما هي بضعة أيام إلا وهو مباع لليهود، وحرس الحدود الإسرائيلي يضرب سياجا حوله، والحراسة مفروضة عليه 24 ساعة. وبالتالي يا أبا مازن أقل الاحتمالات سوءا أن يباع هذا إلى اليهود، وبالتالي نصبح أمام مش دبوية، أكبر من دبوية، لأنه مساحة الدبوية إخوة لا تتجاوز الدنم، هذه أرض 73 دنم. ماذا نحن فاعلون؟ تداعينا آل التميم ودعونا إلى اجتماع يا إخوة كان في 30/1/2017. من استطاع أن يصل وصل، أغلقت الشوارع، لم يعد لا مكان لا لسيارة ولا لفرد أن يسير على الشارع. التقديرات تقول بأن من حضر في ديوان آل التميم يزيدون عن 5000 شخص، وأعلنوا موقفهم وبراءتهم واعتراضهم على قرار الرئيس، وقرروا يا إخوة وقفة في 4/2. هذه الوقفة للأسف كانت يفترض أن تكون أمام المال الوقف جبل سبتة. السلطة أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واستحضر المئات من قوات الأمن وتم قمعها بالقوة، وتم قمعها للأسف بالقوة. كان هناك 3 تجمعات حضر الآلاف رغم التشويه ومحاولة الإجهاض والإدعاءات الكاذبة يا إخوة وعدم إعطاء تصريح لذلك، لكننا يا إخوة نظن بأن الرسالة قد وصلت. وكان المعني بالرسالة أولا الرئاسة، لأن أبا مازن كان مسافر للخارج، والروس،
وأعلناها سابقاً. كنا يقول يا إخوة الصديق لا يسلب أرض صديقه. الآن أصبحنا نقول للروس لا نريد صداقتكم وردوا هدية رئيسنا إليكم. المسألة ما هي مسألة سياسة ولا مسألة طلب مني وأعطيته وأهديته. المسألة أكبر من ذلك يا إخوة بكثير، والأمر خطير. والحقيقة أن الموقف يتطلب جهد الجميع في الداخل والخارج لإثنائه والعودة عن رأيه. والمخرج الوحيد المشرف ختاماً أقول للرئيس ولغير الرئيس ولنصحي السوء أن يتركوا القضاء وشأنه يبت في القضية، فهذا هو المخرج الوحيد يا إخوة. ولتعد الأرض لأصحابها، وأصحابها يقولون هي لمنفعة المسلمين عامة ولأهل الخليل خاصة. وما تباحثنا معه مع بلدية الخليل من منشآت إخوة قد تم من قبل وجوه الخير من أهل الخليل جمعه وجاهز للتنفيذ. مستشفى، كلية طب، مدرسة ذكور وإناث، مدرسة مسجد تميم بن أوس الداري بخمسة دنومات، تخصيص المقابر والحفاظ عليها إخوة معظمه قد توفر. أشكركم على حسن استماعكم، معذرة للإطالة، وأدعو الله تعالى أن يثيبكم ويثيبنا وأن يكلل جهدنا وجهدكم بإذن الله تعالى بالحفاظ على هذا الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، شكرا شكرا. حياك الله سيدي. أنا لما بتحدث رسمي شكراً يختلف عما هذا. أنا صرحت تصريح أكثر من ذلك. نعم، أنا صرحت بس مش في ظهره. نعم، في يعني أمام حاشيته صرحت التصريح المناسب. شكرا شكرا أخ، شكرا عمو أبو منصور. شكرا للإخوان، وشكرا للأخ كامل على تجشمه العناء في الانتقال لهذه القضية. إحنا خلينا إخواننا الكرام نركز على القضية الحقيقة من غير التعرض للشخوص، لأن يعني القضية أكبر من شخوصها. بس قبل ما نتابع، هناك سيارة نوع لكزس ترميز 22-20-56-5 تغلق المدخل، فنرجو أن تتحرك. سيارة لكزس ترميز 22-20-56-5. نتابع الآن مع شيخ له باع طويل في البحث المقدسي والبحث الفلسطيني، لطالما نافح عنهما ولطالما نافح عن كثير من قضايا الأمة. تسعدني زمالته، أو أستدته بالأحرى، يعني أنا طالب عنده، وهو سعادة الزميل الأستاذ سعود أبو محفوظ العضو في مجلس النواب الأردني 18، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة في هذه الساعة أنا انتابتني مشاعر عنيفة جدا، هزتني من الداخل وخفق قلبي مرات كثيرة. لا أكتمكم أنني كدت أن أقوم من المجلس والأخ يتكلم، لم أحتمل. أنا فرح بلا حدود، وغاضب إلى أبعد الحدود، ومتألم إلى حد الاعتصار. كيف ما أفرح وأنا الصحراوي ابن الزرقاء، أنا نائب أردني عن مدينة الزرقاء أخت الصحراء، وأصلي لاجئ من بير السبع ابن الصحراء، كيف لا أفرح وأنا أجلس بين يدي الخلايلة الذين والله لا أجامل، الذين فرح محمد صلى الله عليه وسلم بقدوم مقدمهم تميم الداري. من شدة فرحته قال الصلاة جامعة، وجمع الصحابة. كنت حدثتكم في حديث الجساسة، هذا هو تميم، الرسول يفرح لتميم، تميم الداري. من أول ليلة، من الذي أنار مسجدك يا رسول الله؟ تميم الداري. ثلاثة إبل، باع واحدا وجاء بسبعة قناديل وفتيل، وأسرج بين النخيل في مسجد رسول الله، فخرج النبي بعد صلاة المغرب من حجرة عائشة فرأى المسجد منيرا. من فعل هذا؟
إني أرى المسجد مزهراً. قال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال يا تميم، والله لو كانت لي ابنة لأنكحتك إياها. فقال أحد أبناء عم النبي، أنا يا رسول الله لدي ابنة، افعل بها ما تشاء. فنسبها اليوم 34 عشيرة يا سيد أبو مازن، 34 عشيرة تميمية خليلية عربية مسلمة فلسطينية سنية شافعية منذ 14 قرن، كل واحد منهم قشان للأمة بمجموعين. كيف يا أخي، كيف نقفز عنهم؟ موجودين. لما ندعي هذا التاريخ بيقول إذا لك حقية في رواية متسلسلة، والبشر موجودين بيسلسلوا، والوثائق محفوظة والآثار مشهودة، واليهود يزعمون ولا يجدون، يبحثون عن المفقود ونحن لدينا المجدود. هاي مجاهد موجود بشحمه ولحمه. لقد سرقت الخليل معرفيا قبل أن تحتل عسكريا. كل مرة المسلمين بتضايقوا بتطلعوا للخليل. ما حصل هذا يا جماعة؟ ما كان؟ ما بدي أسلسل في تميم الحقيقة. حتى موسى بن نصير لما تضايق طارق بن زياد خرج بخمسة آلاف خليلي، والله ما عاد منهم أحد، عاد وحيدا، وله مقام هنا من عمان وكان شام في الشام. 5000 خليلي استشهدوا في فتح الأندلس، بقي الأندلسيون والمغاربيون جميعا يقولون بحق من حججت له وقدست وزرت وقدست وخللت، لأنه لازم يزور الخليل، بيجي حافي المغاربة كان، وابن الخليل بينزلوا على زغر. قال صلى الله عليه وسلم لتميم، يا تميم أوجفت عين زغر، يعني غور الصافي، زغر باللغات الأوروبية سبع لغات، شجر وزغر وسكر وزغر، وفيها 13 مصنع تركي السكر، وزير السكر المملوكي كان هنا. يقول العلماء هي البصرة الصغرى بالتجارة الرابحة. كل الناس، كل الوفود الحجيج تتجمع في الخليل في ضيافة إبراهيم أبي الأنبياء، ثم ينزلون إلى 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 غور الصافي اللي هي زغر. ولا زالت العين، أنا بزورها، عين عباطة بزورها حتى الآن، مرة لكنها تنز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل تميم عنها. يا إخوة، عبر التاريخ كما استرسل الإخوة الأجلاء الفضلاء سواء من أهل البلد أو الذين شرفونا من الخليل، الخليل كانت جمجمة فلسطين، جمجمتها الصناعية والزراعية والتجارية والبشرية والديمغرافية. إن الخلايل اليوم هم المضاد الحيوي لوجود هذا الاحتلال. الخليلي نمط يا أخي، نمط بشري ديمغرافي لا يمكن أن يخترق. كيف تخترق الخليل في سرتها؟ الخلايل جمجمة فلسطين، وآل التميم مع احترام لكل عشائر الخليل جمجمة الخليل. كيف يا أخي إذا مست؟ أنا قريت مع الاحترام، وأنا عمري ما شفت القدس حتى، مش الخليل، في حياتي. أنا لاجئ، ابن لاجئ، حفيد لاجئ، أرادونا أن نتيه في الصحاري، لكننا مرتبطون بها عقيديا حتى نلقى الله. وعمان ليست جارة للخليل، عمان من حوض البركة الأول الذي تتجاوزها دائرته. الحفة من الشمال، حفة الحوض، حفة الدائرة بيسان وفيها حديث، وحفته الجنوبية الدائرة ما بتلف غزغر وفيها حديث واحد، والحفة الشرقية عمان وتجاوزها وفيها 3 أحاديث، وليس هذا لأحد من العواصم العربية من سواها. 3 أحاديث صحيحة، 3 أحاديث يا أمانة العاصمة صحيحة في عمان. هذه عمان حوض البركة الأول، الله باركها وثبت بركتها من حوض المسجد الأقصى، فالبركة له عنه متجاوزة، به حافة ومن حوله طافة. القدس ليست مدينة، مجموعة من المدائن والبلدات والقرى والبقاع. يا أهل التميمي، يا أهل الخليل بمجموعها، يعني مساحات، والخليل منها بل عينها إن شاء الله، وعمان منها. ولذلك أنا كنائب أردني اليوم قدمت لسعادة رئيس المجلس مذكرة وقع عليها 85 نائب. لا يختلف الأردنيون،
لا يختلف الأردنيون جميعا، لا يختلف أردنيان على أحقية بيت المقدس بفضائها، بفهمنا الواسع البيت المقدس ليست مسجد تاريخي، إنما فضاء قدسي الخليل منه، فيها 10 بنود لكي تقوم الحكومة بواجبها بحماية ورعاية وصيانة ومتابعة هذه الأرض المقدسة والبقاع الطاهرة الطيبة المباركة، أرضاً وإنساناً بقعة ومقدسات وهوية، وهوية يا شيخ مجاهد. هذا واجبنا وهذا قدر عمان التي هي حوض رسول الله، وهو مستند إلى حائط البراق يوم القيامة إلى المسجد الأقصى، والكوثر يصب فيها. في زمن العثمانيين، في زمن المماليك، في زمن صلاح الدين، ما بدي أسترسل، لكن أنا آسف أقول لكم أن الخليل ضاعت سنة 1834 عمليا، عندما ذبح الزنيم إبراهيم باشا اللي هو ابن سفاح وليس ابن محمد علي باشا، اللي هو كردي شيعي بكتاشي لا يتكلم العربية، ولذا في قولة بعد هزيمة نابليون بونابرت جاء به لأجندة لا يتكلم لا يقرأ ولا يكتب، محمد علي أمي قتل كل زعمات مصر 470 زعيم في سنة 1812 وأرسل إبراهيم باشا فقتل خلاص. طيب فقتل 500 في وقعة واحدة 500 فارس من فرسان آل عمر، وأنت بتعرف مين آل عمر؟ لما 500 فارس أنا ذاك يا إخوان من آل عمر وهم فرسان فلسطين. شيخ موجود؟ ألا حي الله شيخهم آل عمر. 500 فارس وقتل من الخلائل والمقاس أهل المدينة 3000 شهيد في دير مخماس. والأرمن الأرثوذكس ليسوا، نحن نرحب بالنصارى الأرثوذكس وكل طوائفهم العربية فهم أهل الديار، هم مواطنون، نحن منهم وهم منا، أرضنا أرضهم، دمنا دمهم، لكن المسكوب شيء مختلف. متى كانت روسيا صديقة وصداقتنا؟ بلغ الرئيس أبو مسن متى 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 كانت؟ الحقيقة إنه الذي أرسى علائم الدولة اليهودية سنة 1838 بعد 4 سنوات كان إبراهيم باشا بمساعدة المسكوب، مساعدة لئيمة. كان الفلسطيني الذي يحمل سلاحاً يقتل، ومن يحمل سكيناً مؤبد. وصادر الأراضي وهي أراضي أوقاف عمر بن الخطاب الذي تأسى بمعجزة محمد في حديث تميم الداري ونطية حميم الداري، فأسكن في الخليل وفي القدس وحولها كرام العشائر العربية إلى اليوم. ولعل محيط القدس عشائر بني حسن، عين كارم والمالحة، هاي بلال المالحي قاعد، وبيت محسير، عشائر كاملة، 7 قرى من بني حسن أسكنهم. اسألوا إسحاق الفرحان بني حسن لكي تحمى القدس كما هو سوار السنة حول بغداد. هذه الحقائق، هذه قدس أمة الأمهات بالنسبة أم الأمهات بالنسبة لنا كمسلمين. أخيرا الوقت أدركنا الآن. الحقيقة أنا قرأت أن القطعة في قشانها العثماني وفي 3 ملايين وثيقة في 88 محافظة تركية، في 3 ملايين أرشيف في الأرشيف العثماني، 3 ملايين وثيقة عن فلسطين والأردن من أصل 150 مليون وثيقة في 88، ويعبث بها اليهود للأسف الشديد، ويعبثون في مع متولي الأرشيف أحيانا يرشونهم أو كذا، وبعضهم صالح. 150 مليون وثيقة الأرشيف العثماني هو أكبر أرشيف في العالم. أنا أتمنى على الإخوة الباحثين وأصحاب الأرض أن يذهبوا ويتابعوا. والخلايل الحقيقة اليوم هم كما قلت جمجمة فلسطين. أنا قرأت أنهم 79 درهم و152 متر. والكنيسة المسكوبية أيها الإخوة، وهذا ما أريد أن أختم فيه لأنه أدرك الوقت تماما، الكنيسة المسكوبية افتحوا على مواقع النت، لا يتحرك جندي أو مقاتل أو طيار روسي ولا يرمي على حلب إلا لأجندة دينية. هم يقولون حلب مسيحية أرثوذكسية مسكوبية مش الخليل. إذا ضاعت هذه القطعة ضاع الأقصى، لأنه لهم 15 كنيسة. يا أخي القدس الغربية لهم 75% في الأرض أصلا.
يا أخي الأرثوذكس اليوناني يأتي إلى مطار عمان وحسب بحسب القانون رقم 27 لسنة 1958 يمنح جواز السفر الأردني وهو المتولي والمتحكم في الآثار في الأوقاف المسيحية التي هي مقدساتنا. ولا يستطيع العرب المسيحيون، اسألوا الدكتور سعد رؤوف أبو جعفر رئيس المركز رئيس المجمع المسيحي الأرثوذكس الأردني الفلسطيني الأعلى. الكنيسة العربية تعاني، والمسكوب منذ سنة 1534 يتحكمون. وأنا قدمت سؤال للحكومة من خلال رئاسة المجلس، لماذا تنشط الحكومة في تطبيق بعض المواد التي هي لصالح الآخر بينما الكنيسة العربية تعاني؟ إذا حصل واخترقوا الخليل الأمور ستكون صعبة. آخر كلمة، 3/4 مليون خليلي في الخليل وقضاها، عرب مسلمون خلايلة، كلمة خليلي ماركة ماركة في حد ذاتها على مستوى الأمة، وجودهم ضروري، ثباتهم ضروري. 3/4 مليون خليلي في الشتات، وبالذات في عمان، هنا في عمان خليل أخرى والدم واحد هنا وهناك، لكن الفارق أن عمان بسكانها والأردن بمجموعه نفسه خليلي، نصرته خليلية، دمه خليلي. فالخليل بالنسبة لنا قضية ودين وعقيدة وعنوان وآية وحديث. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لا يمكن أن نقبل باغتيال سورة الإسراء ولا آية الإسراء. شكر الله لكم، شكر الله لجهودكم، وآمل أن تضعوا خارطة الطريق لنصرة هذه الأوقاف النبوية المحمدية الشريفة. هي نبوية محمدية قبل أن تكون تميمية ولا دارية ولا خليلية، حتى تكون الأمة معكم وعمان ستكون رأس الرمح. السلام عليكم. شكراً لسعادة النائب الأستاذ سعود أبو محفوظ على هذه المداخلة الثرية. وننتقل إلى رئيس لجنة الحفاظ على تراث الصحابي تميم بن أوس الداري الدكتور نادر التميمي، فليتفضل المشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن، ويحكم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في شؤون العامة. صدقت يا رسول الله. إخواني، أنا أخاطبكم الآن وأنتم من مناطق كثيرة ولكنكم أبناء الشام. من أنتم؟ ادرسوا تاريخكم، أبناء الفاتحين أولا وأبناء المحررين ثانيا، فاتحين الصحابة، المحررين صلاح الدين وقطز، وأبناء العلماء الذين جاءوا إلى الشام ومنها الخليل من أجل أن يجاوروا إبراهيم الخليل. فلكم عزكم وتاريخكم ومجدكم. هذه الأمة تساقط منها كثير عبر التاريخ. هنالك من وقف مع الصليبيين، ومن وقف مع التتار، ومن وقف مع الاستعمار الجديد مع الإنجليز. عملاء خونة أصبحوا مسؤولين، الرويبضات حكمونا. الأصل كيف يكذب الصادق ويصدق الكاذب؟ حركة جاءت لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، أليس كذلك؟ يقودها الإنسان الآن من تنازل وقال: أنا صفد ما بدي صفد يا إخوان، صفد ما بدي إياه، بتفرج عليه. فراح قال صفد، قلت له: انا طلعت على الجوسات قبل فتره، عملنا احنا والاخوان
ندوات. طيب مين قال لك انك انت بتنتمي لهذه الامه؟ انت بهائلك، جد اله موجود في سبوح الكرمل جاءك بك الحركه الصهيونيه لاجل هذا اليوم. ولذلك هذا الرويبض وامثاله والمرتزقه معه، ليس هذا فقط، جاءوا الى الوقف. والوقف شو حكمه الشرعي؟ لا يباع ولا يشرى ولا يتنازل عن ملك صاحبه. انت رحت وقفت لذريتك شيء، هكذا حكمه. كيف لما يوقف نبي، نبي رسول رب العالمين يوقفه الى يوم القيامه، فياتي هذا يتعدى حتى على المحاكم ويقول انا اعطيت خلص. قلنا له قف عند حدك، ولكن هذا مدعوم يا اخوان. اجى قبل فتره على المجلس الوطني الفلسطيني هنا، وانا دعيت على اساس كنت اروح على هناك، انا باسم كنت المفتي العام لجيش التحرير. طبعا ما في واحد يقول لك مفتي انت معناته من السلطه، لا مش مع السلطه، على زمن جيش التحرير. وانا افتيت بكفر، قلت لابو عمار، قلت له بعرفوا 110 من اعضاء المجلس المركزي، وكتب هذا احمد صدق الدجاني مؤرخ وممدوح لوفر. قلت له اذا بتتنازل ابو عمار وحي في تونس سنه 94، لا في 92، قلت له اذا بتتنازل عن شبر من ارض فلسطين فانا افتي بقتلك لان هذا كفر وخيانة. قال انا بناور الشيخ نادر، انا مش قاصد. قلت له بدي اخذ توقيعك ويقتلوك، ثم ياتي واحد يقول انا ما وقعت اللي وقع ابو عمار، وياتون بالخيانه، وهذا اللي حصل الان. فقلت له انت اجعل هذا، قال تعي اجتمعوا معه. لا بقول والله امريكا ما اعطتني شيء ولا اسرائيل. قلت له انت مطلب امريكي اسرائيلي ما اعطوكش، ليش ماشي معهم؟ والسلام اولا والسلام اخيرا امام المجلس الوطني. والزعنون قادوا، حكيت قدامهم في الزعنون جالس، الاخ محمد كان موجود. ولذلك نقول لكم الرويبضات يحكمون الامه. من هم الرويبضات؟ التفه، سارق، زان، خائن، مجرم. ولذلك انتم هل تصنعون العالم الاسلامي سياره واحده؟ هل تصنعون طائرة؟ هل تصنعون شيئا؟ لماذا ممنوع؟ ممنوع. امبارح كان العراق حاول يصنع بعض الشيء، العرب خاجموا عليه قبل غيره ودمروا العراق ومزقوا العراق. فلسطين هذه ولا شيء الآن، فلسطين هذه بيعتبروها جزء من ملاك غيرهم. ولذلك أنتم عندما تأتون إلى هذا المجلس، مش لأن احنا تميم، هذا بمثل تاريخا عميقا. كيف؟ قبل الإسلام كان يسكن بني لخم، بني لخم جاءوا بعد انفجار سد مأرب، وبعد انفجار سد مأرب ماذا حصل؟ سكن اللخميون بيت لحم، اسمه بيت لخم، تميم لخمي، وهذه امتداد الهجرة الكنعانية. وبعدين اليهود اجوا بعد ذلك سكنوا عند الناس، صاروا يقولوا هذه أرضنا، هذه كذبت الحقيقة. وبعد ذلك يا إخوان جاء من يعطي اليهود صك باسمنا، نقول له اذهب إلى مزابل التاريخ، لا تمثلنا وأنت لست منا وكل خائن. وأقول الآن في معتقلين الآن ممن تظاهروا، أقول لهذه السلطة البغيضة أخرج المعتقلين، الأيام بيننا، سنقف يوما على تراب أرضنا. ومن القدس الشريف سنعلنها أن القدس رجعت عاصمة لخلافة الإسلام التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة في الأرض المقدسة فالساعة أقرب من يدي إلى رأسك، وقد دنت البلابل، فوضى الآن، في فوضى، والزلازل التي بتضرب الأرض كلها بالسونامي وغيره، والأمور العظام، نعم ستعود هذه الأرض لنا كما أخبر ربنا. وليذهب الخائنون إلى مزابل التاريخ. ونحن ننقسم الآن إلى فسطاطين، فسطاط خيانة ونفاق، وفسطاط إيمان وجهاد. وإن النصر لقادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا دكتور نادر التميمي، رئيس لجنة الحفاظ على تراث الصحابي تميم بن أوس الداري. والآن المداخلة للأستاذ بلال محمد القصراوي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء الشكر موصول لنقابة المهندسين التي عودتنا دائما أنها تتبنى قضايا الأمة بصفتها أمة، هكذا عودتنا نقابة المهندسين، فالشكر لها، والشكر للإخوة الأفاضل السادة النواب
ورئيس جمعية خليل الرحمن ومتولي الوقف والإخوة الأفاضل. إخوتي في الله، ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج، وهو من أهم كتب الاقتصاد، أن تميم ابن أوس الداري قدم على رسول الله في السنة 9 وأسلم. ونحن نعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك كانت فتوحات الدولة الإسلامية الأولى قد وصلت إلى حدود الجزيرة، لكن تميم أدرك أن هذا الدين العظيم يسعى ليكون له السلطان في الأرض، فقال: يا رسول الله، إن لي جيرة من الروم في قريتي بيت عنون واللطرون، فإن فتح الله عليك الشام. أدرك تميم أن الرسول عليه السلام يسعى لفتح الشام، فهبهما لي. فقال عليه الصلاة والسلام: هما لك. فقال تميم: اكتب لي بذلك. فكتب كتابا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تلاه في الحديث والذي رواه الفقهاء الدكتور هاني الحلواني. ثم لما مات رسول الله وتولى الخلافة أبو بكر وأعد 4 جيوش لفتح الشام، كتب كتابا سلمه لأبي عبيدة أن يسلم أرض الخليل إلى تميم. ولما توفاه الله قبل أن يكتمل فتح الشام، وتم فتح الشام في عهد الخليفة الفاروق عمر، أرسل كتابا ثالثا بذلك، هو أول وقف بالإسلام. القضية ليست قضية آل تميم، القضية هذا الوقف النبوي الذي تحدث عن إعطاء أرض في الشام التي نحن منها، نحن أبناؤها، لتميم، لتكون منطلقا للفتوحات. لقد استمرت الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية بذلك، وقد عني سليمان القانوني رحمه الله بمسح أرض الوقف وتسجيل ذلك في الطابع العثماني. إخوتي الأفاضل، الغريب أن هذه الأرض الوقف لم يستطع أحد على مر التاريخ الإسلامي أن يمسها بسوء. والأغرب من ذلك أن حتى اليهود والاحتلال الإنجليزي في محكمة إنجليزية حكمت بأن هذه أرض وقف لا تملك للمسكوب، ومحكمة يهودية إسرائيلية حكمت بأن هذه أرض وقف لا تملك للمسكوب، لأن المسكوب الأرثوذكسية الروسية حاولت عدة مرات. تأتي السلطة ورئيسها بعد عدة سنوات، بعد سنة ونص تقريبا من مباركة الكنيسة الروسية في موسكو لبوتين وللطيارين الروس الذين ذبحوا أبناءنا وشيوخنا ونساءنا في حلب وفي سوريا، الذين دمروا 120 مستشفى في خلال أقل من سنة في حلب. تأتي السلطة وتتحدى عقيدة هذه الأمة، وتتحدى دينها ونبيها، وتتحداها لتكافئ وتمنح بوتين هذه الأرض مكافأة له على ما فعله هو وطياريه والكنيسة الروسية في موسكو على ما فعلوه في أبنائنا، وعلى ما فعلوه في نسائنا وأعراضنا في سوريا ومن قبل في الشيشان، روسيا ومن قبلها الاتحاد السوفيتي، وهما مسميان لدولة واحدة، أول من اعترف بكيان يهود قبل أمريكا وقبل بريطانيا وقبل فرنسا. هذه روسيا تكافأ بإعطائها وقف تميم الداري، الوقف النبوي الشريف
تحدي لعقيدة الأمة، أنها أننا نستطيع أن نعبث بعقيدة الأمة وأن نمنح ما منحه سيد البشر وإمام الأنبياء والمرسلين، أن نمنحه لأعداء هذه الأمة. سلطة ليس مستغرب عليها بعد أن تخلت عن 3/4 فلسطين اليهود، في أن تتخلى عن هذا الوقف وأن تتمادى في ذلك. إن هذا الإجرام والتحدي لعقيدة الأمة ومشاعرها له يوم وسيكون قريب، عندما تعود هذه الأمة أمة واحدة ينطبق عليها قول الحق عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إخوتي في الله، هذه القضية ليست قضية أرض ويمتلكها التميم، هذه قضية تتعلق بالإسلام والمسلمين. أنا أفتخر بأنني من بلاد الشام، أنا صحيح تميمي لكنني لا أتحدث بصفتي تميمي، أنا أتحدث بصفتي أحد أبناء هذه الأمة التي تمتد من المحيط الأطلسي على المغرب ونيجيريا إلى المحيط الهادي على أندونيسيا. هكذا هي قضايانا، وهكذا يجب أن يكون، وهكذا يجب أن تعلم السلطة أن هذه جريمة، وأنها يجب أن ترتعد وأن تعود عما فعلت، وأن تعيد الأرض إلى أهلها لينشئوا عليها مصلحة عامة ينفع بها المسلمون. وإن غدا لناظره لقريب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المداخلة الأخيرة قبل أن نفتح الباب للجمهور بعدة مداخلات، للأستاذ سعد الدين محمد علي المحتسب بالله التميمي عضو اللجنة القانونية لوقف تميم الداري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الكريم. أرحب بكم ونشكر حضوركم، ونشكر الأخوة في نقابة المهندسين الأردنيين على تبنيهم هذا المؤتمر. في الحقيقة لن أزيد على ما قيل كثيرا، ولكن أمام قضية شرعية عقائدية ووطنية وتاريخية واجتماعية ودستورية وقانونية. نحن أمام قضية شرعية عقائدية تمس عقيدة كل المسلمين، ذلك أن قرار تسجيل وقف الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري باسم البعثة الروسية يمثل في الواقع نقد لقرار وقضاء سيد المرسلين محمد عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبحسب نص وثيقة الإنطاء فهو بمثابة القضاء والتقرير من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بذلك يكون هذا الإنطاء من أمر الدين وليس من أمر الدنيا، من أمر الدين بمعنى أنه قرره النبي لأمر يعلمه الله فيما سيأتي من الزمن، إذ أن النبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه السلام قال: كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم، وكان شيء من أمر دينكم فإلي وعليه. لا يمكن لأي مسلم أن يقبل بمثل هذا الإجراء الأمر الذي دفع الجماهير الفلسطينية وأنتم للحراك تعبيرا عن رفضكم لهذا النقد، لنقد لقرار النبي محمد عليه السلام. فقرارات النبي محمد عليه السلام بأمر الله هي قرارات لله، وهي تماما تساوي قرار الله
حين قال لنبي إسرائيل على لسان النبي موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وقوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا، إنها قضية وطنية ذات بعد وطني واجتماعي خطير، ذلك أن التسجيل باسم البعثة الروسية يعد سابقة إجرائية خطيرة لم تقم بها كل الحكومات التي تعاقبت على فلسطين من بعد النبي عليه السلام، ونخص بها حكومة الانتداب البريطانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية. ونحن لا نريد أن يسجل التاريخ على المسلمين الفلسطينيين أنهم قاموا بما لم يجرؤ عليه غيرهم، ولا نريد أن يتخذ الغير هذا التسجيل سابقة يحتج بها علينا قد تسبب ضياع وقفيات كل فلسطين. ثالثا، إن التسجيل باسم البعثة الروسية وبالطريقة التي تمت يعتبر بها مخالفات دستورية وقانونية وإجرائية، وبصفتي عضو اللجنة القانونية مع زملاء أكفاء آخرين سنعمل بإذن الله على معالجة هذا التسجيل وعلى طريق إلغائه أو تصويبه وفق الشرع والقانون. رابعا، وقف الصحابي تميم ابن أوس الداري ثابت وهو وقف صحيح، وبحسب حكم الشرع وأحكام الوقف القانون المدني الأردني وفي قانون الأوقاف الأردني الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه ولا يوصى به ولا يورث، وكل ما يخالف ذلك يعتبر باطلا ولا يرتب أثرا. خامسا وأخيرا، ربما ندرك وجود ضغوطات سياسية على الرئاسة الفلسطينية، ولكن الحق أحق أن يتبع، ونتطلع إلى لقاء يجمعنا لتداوك الأمور ضمن مخارج تتفق مع الشرع والقانون وتهدئ من حالة غليان المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ سعد الدين التميمي عضو اللجنة القانونية لوقف تميم الداري. سأخذ بعد إذنكم بعض المداخلات. الأستاذ عبد الرؤوف بني عطا، مداخلة باسم عشائر جبل عجلون، فليتفضل. تفضل أستاذ عبد الرؤوف، المداخلة دقيقتين لو سمحت، ونلتزم جميعا بقضية الوقف رجاء حتى تكون المنفعة بإذن الله باتجاه هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى، ونصلي ونسلم على سيدنا الهادي المصطفى الذي علم البشرية منذ أن نزل عليه الوحي ونزل شريعة السماء عليه أن في هذه الدنيا شيء اسمه الوقف. أنا لدي رسالتين قصيرتين وثالثة لكم. الرسالة الأولى باسمي أنا من بلدة عبد الرؤوف بني عطا، من بلدة الهاشمية عجلون، باسم عشائر الهاشمية عجلون وعشائر جبل عجلون جميعا، نقف هنا وقفتنا مع أهلنا في الخليل أمام هذا الإجرام الذي يمارسه من سماه رسولنا بالرويبضة. نقف معكم نشد من أزركم. أبو مازن، تبت يداك، تبت يداك أبو مازن وتب، لن تغني عنك سلطتك شيئا ولن يغني عنك أزلامك شيئا. ستقام الخلافة الإسلامية في أكناف بيت المقدس وستختلع سلطتك العفنة وكل سلطات ساكس بيكو. انتبه واحذر على شلة يمينك، فارفع يدك عما أنت ماض وارفع غيك عنه. رسالتنا الثانية أيها الإخوة إلى ذات الرويبضة،
إنك ما تعسر في فلسطين إلا أرجل رجالها فتزجهم في السجن. فهذه رسالة لك عن العوي، وقم بالإفراج عن كل الرجال وعلى رأسهم أخونا ماهر الجعبري، الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير. على ماذا تسجن هؤلاء الناس؟ ورسالتنا الأخيرة لكم أيها الإخوة تقول في بيت شعر بسيط: إن الحياة مع الكرامة متعة، ولكن الموت من أجل الكرامة أمتع. فإن شئتم أنتم ونحن وكل من يسمعنا الحرية أو العيش الكريم، يجب عليكم أن تدفعوا الثمن، والثمن أن يكون لكم موقف ويكون لكم رأي في كل أمور حياتكم. وشكرا وأسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المداخلة الأخيرة، تفضلي دكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة الوحش، يمكن أنا كاتبة في تاريخ فلسطين ومهتمة بهذا الشأن، بس بدي أنبه لقضايا قانونية، وكل الاحترام للجميع طبعا في هذا الموضوع، والدكتور مجاهد على وجه التحديد. سيدي، أولا الحكومة الأردنية غير معنية، وأنا لأنه عندنا أوقاف في مدينة بيت لحم، عند المراجعة قالوا لا لنا، نحن مهتمين فقط بأوقاف القدس أما ما يتعلق بالخليل، ولذلك المناشدة يجب أن تكون يعني محددة بأطر معينة. فقالوا أننا لسنا معنيين بأي أوقاف أخرى في فلسطين خلاف القدس، وأيضا يعني هذا البعد الأول. ثانيا، إذا أنت بترجع للتاريخ شوي تجد أن الكنيسة الأرثوذكسية بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية عام 1854 أعتقد قاموا بتسريب الأراضي ضمن ما يسمى وقف الكنائس. فهذه قضية مرعية. هلأ إذا إحنا اعتبرنا مدينة الخليل تتبع جغرافياً إلى مدينة القدس، يحق المناشدة ضمن الأطر القانونية في داخل القانون الأردني، أعتقد لأني أنا تابعته في داخلنا هون. هذا ناحية. ناحية تانية، بالنسبة لموضوع اللي هو الأوقاف، الأوقاف يعني حسب القانون أنها لا تباع ولا يمكن توريدها ولا يمكن الوصاية بها ولا يمكن العمل بها على أي وجه قانوني. الآن في داخل فلسطين، إذا بدنا نيجي للوصف الوظيفي لرئيس حكومة أيا كان، فإحنا أمام اختلال قانوني يمس اللي هو رئيس السلطة، لأنه أيضاً هو غير الشرعي باعتبار اللي هو الأبعاد القانونية. هذا واحد. ثانيا، أنه ليس من وصفه الوظيفي أن يقوم بهبة ما لا يملك، وخاصة فيما يتعلق بالأرض، والأرض هي هبة الشعب وليس هبة الآخر، خاصة وأن فلسطين هي أرض فتح وأرض الفتح هي أرض وقف. فلا يجوز الآن الاستناد إلى القانون في داخل فلسطين ضمن إطار حكومة دايتون، هذا لا يجوز. فيجب أن يكون اللي هو المرافعة ضمن القانون الدولي، وأعتقد أنه هذا الأجدى. والخلايا منتشرين في كل مكان، يعني إذا بدك ترفع حجر في أي دولة في العالم رح تجد خليلي. فبالتالي أعتقد أن البند القانوني معهم والإسناد القانوني أيضا يؤازرهم، وخاصة أنهم مهاجرين، فبالتالي لهم الحق في المطالبة ضمن الأطر القانونية في خارج فلسطين وليس في داخل فلسطين، لأن الداخل لا يؤازرهم والخارج هو الأولى. وشكرا. شكرا دكتورة فاطمة. شكرا لجميع الحضور. الحقيقة يعني هذه قضية ما زالت في بدايتها، وما زلنا نأمل في دعمكم، ما زلنا نأمل أيضا في دعم الأردن. وإحنا إذا نتحدث نقول يعني إحنا قرار فك الارتباط أصلا يعني غير شرعي، فما زالت الخليل تعتبر جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، فيمكن أن يأخذ يعني البعد أشكالا كبيرة. والحقيقة جزء من التحصل على الحق ومن الحصول على الحق ومتابعته هي أيضا الذكاء في مقاربة هذه القضية. فنحن نؤكد أنه إحنا لدينا حق قانوني سنتابعه بإذن الله من غير التعرض للأشخاص والشخوص. معركتنا ليست مع أشخاص، معركتنا مع ما يرتكبه هؤلاء الأشخاص في حق الشعب الفلسطيني من مخالفة لهذا القانون. أذكر نهاية بما ابتدأت به مما قاله الشيخ محمد رشيد رضا، لعلكم بإذن الله بعد هذه الجلسة تكونوا من مبلغي هذا الحق من خلال وسائل الإعلام المختلفة. إن من يبيع
أو يهب شيء من أرض فلسطين وما حولها لليهود فهو كمن يبيعهم المسجد الأقصى وكمن يبيع الوطن كله، لأن ما يشترونه وسيلة إلى جعل الحجاز على خطر. فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده، وهي بهذا تعد شرعاً من المنافع الإسلامية لا من الأملاك الشخصية، وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل وخيانة لله ورسوله ولأمانة الإسلام. جزاكم الله خيراً وحفظ الله الأردن بلداً هاشمياً مناصراً لإخوانه وداعماً لهم على كل الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.